قدم عدد من الوافدين الموجودين أمام بوابات جوازات جدة شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مهلة تصحيح الأوضاع التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقالوا إن المهلة منحت لهم فرصة العمل بشكل آمن والبقاء في البلاد بطريقة نظامية. وقال فان خان باكستاني الجنسية من أمام مبنى تسجيل الخصائص الحيوية بجوازات جدة إن الجهد الذي يقوم به رجال جوازات ووزارة العمل يعد كبيرا ويستحق الشكر والثناء، خاصة في ظل توافد الكثيرين لتنفيذ معاملاتهم سواء من إصدار إقامة أو أخذ البصمة أو غيرها من المعاملات الأخرى. وشاركته الرأي راضي علي مؤكدة أن رجال الجوازات يقدمون جسورا آمنة وميسورة لإنهاء معاملاتنا، وهذا أمر يستحق الشكر والثناء. وكانت أعداد كبيرة رجالا ونساء قد تجمعوا أمام البوابة الرئيسية للمبنى، وقد قام رجال الجوازات بفتح فناء المبنى للنساء مخافة التدافع وبقي الرجال في الخارج.